في الفيديو ده هتكلم عن شيت اكسل مهم جدا لتصميم البلاطات. احنا دايما لما بنيجي نشتغل على تصميم البلاطات في مجموعة كده من التشيكس المهمة جدا بنبدأ نعملها قبل ما نبدأ نطلع قيم الحديد اللي موجودة في البلاطة. اول نقطة وهي ان انا بتشيك على الماكسيمم بيندنج مومنت اللي موجود على قطاع البلاطة. لو احنا عندنا بلاطة فلات سلاب، فالبلاطة الفلات سلاب دي بيكون فيها شبكة حديد سفلية وشبكة حديد علوية، وبالتالي بتسمى doubly reinforced section، يعني قطاع فيه حديد ناحية الشد وحديد ناحية الضغط. يبقى احنا لازم الاول قبل ما نصمم البلاطة لازم نتأكد ان قيم الحديد اللي موجودة على القطاع ما زادتش عن القيمة القصوى، لانه اي قطاع خرساني له ماكسيمم بيندنج مومنت ما ينفعش باي حال من الاحوال يزيد عنه حتى لو حطينا اي كميه حديد. قيمه العزوم دي بتسمى الام التيميت ماكسيمم بتساوي الار ماكسيمم اف سي يو في البي دي سكوير على جاما سي زائد الاف ييلد على الجاما اس في الاريا ستيل داش دي ماينس دي داش. والمفروض ان الرقم ده كده الماكسيمم بيندنج مومنت، لازم المومنت اللي موجود عندي اللي طالع لي من الاناليسز ما يزيدش باي حال من الاحوال عن الرقم ده. يعني لما نخش على برنامج سيف او برنامج روبوت لازم نتاكد ان قيم العزوم اللي موجوده ما زادتش عن الرقم ده. طب خلينا نفتح موديل سيف زي ده كده ونشوف سمك البلاطه دي كام، 26 سنتي. فنقول ان سمك البلاطه دي 26 سنتي والحديد السفلي بتاعها المفروض ان انا بفرضه ازاي، الحديد السفلي او الحديد العلوي يعني الشبكه السفليه او الشبكه العلويه انا بفرضه ازاي. المفروض ان احنا بنفرضه المينيمم اريا ستيل اللي هي بتساوي 15% البي في الدي او 6/10 على الاف ييلد في البي في الدي. فلو انا عندي بلاطه سمكها 26 سنتي الاف ييلد 3600، اذا انا عندي حديد مينيمم 5/10. ده كده المينيمم النظري الريكوايرد، ده اقل حاجه مطلوبه طبقا للكود 5/10 حسابيا. عشان كده هو ده الرقم اللي انا بفرضه الاول واشوف هل الرقم ده هيكون انف كافي ولا لا، سواء سفلي او سواء علوي. يعني المفروض ان الرقم ده سفلي وعلوي مينيموم. لما يكون عندي بلاطه سمكها 26 سنتي فيها اما التيميت ماكسيموم، البلاطه دي بلاطه الفلات هي دبل رينفورسد سكشن. يعني ايه دبل رينفورسد سكشن؟ يعني فيها حديد ناحيه الشد وفيها حديد ناحيه الضغط. شيت الاكسل ده بيقدم لي قيمتين للعزوم، قيمه اولانيه اللي هي 20.49، وده في حاله لو هي سنجلي رينفورسد سكشن، يعني لو انا بتعامل مع البلاطه دي على اساس ان هي سوليد سلاب مثلا. اذا الماكسيمم بيندنج مومنت على البلاطه دي لا يزيد باي حال من الاحوال عن الرقم ده. لكن لما تزيد عن 16 سنتي وتقلب فلات سلاب ويكون عندي شبكه علويه بعتمد على الرقم ده. اذا البارت اللي تحت ده هو الجزء الخاص بالدبل رينفورسد سكشن. يبقى انا المفروض الاول ادخل على برنامج السيف واشوف قيم العزوم، طبعا دي 5/10، المفروض ان قيم العزوم ما تزيدش عن الرقم ده اي قيمه عزوم سفليه كانت او علويه. فانا ادخل على السيف واقول له ديسبلاي البيندنج مومنت اللي على البلاطه دي. طبعا الكلام ده بعد تشيكس الديفليكشن والبانشنج الى اخره. بختار حاله الالتيميت M11 مينيمم ماينس 23 والماكسيمم 23. اذا كل قيم العزوم لا يجب ان هي تزيد عن الرقم ده او تقل عن الرقم ده. طبعا كل البلاطه في الرينج طالما ما فيش قيم عزوم اكبر من الرقم ده او اقل من الماينس 23 يبقى كده البلاطه بتاعتنا سيف في اتجاه الاكس. طبعا انا اقدر اعرفها لو في عندي ريجنز باللون الازرق او ريجنز باللون الاصفر. M22 اللي هو MY، اذا البلاطه سيف بيندنج مومنت، وده اول تشيك. طبعا لو انا في برنامج روبوت هشوف بس انا البلاطه دي سمكها كام. البلاطه دي سمكها 22، يبقى انا لو دخلت على شيت الاكسل قلت له انا عندي بلاطه سمكها 22 يبقى الماكسيمم بيندنج مومنت 16. لو دخلت على السيف او الروبوت وقلت له ريزلتس مابس ظهر لي كده قيم العزوم هنا 16 و ماينس 16
المفروض ان هو هيظهر لي لو في قيمة اكبر من الرقم ده، بس واضح انه مفيش ولا قيمة اكبر من الرقم ده، يبقى القطاع بتاعنا سيف، او البلاطة بتاعتنا سيف بيندنج مومنت، مفيش مشكلة. طالما البلاطة بقى سيف بيندنج مومنت، ابدأ اصمم البلاطة واجيب الحديد. لو البلاطة انصيف اصطب عند النقطة دي وازيد سمك البلاطة او ازيد الاف سي يو بتاع البلاطة. ما ينفعش اعدي المرحله دي واروح اصمم البلاطه بقى واجيب الحديد الشبكه واجيب الاضافي وانا لسه مش متاكد اذا كانت البلاطه سيف كونكريت دايمنشنز ولا لا. يبقى دي اول تشيك لازم اتاكد. بعد ما اتاكدنا ان البلاطه سيف كونكريت دايمنشنز، هبدا ادخل شيت الاكسل مره تانية، وده اللي بيحسبه لي شيت الاكسل اولا، انه ده الماكسيمم بيندنج مومنت لو هي سنجل رينفورسد سكشن، ده لو هي سوليد، ودي طبعا لو هي دبل رينفورسد سكشن. ثم ببدأ بعد كده اروح اجيب قيمة العزوم وابدأ افرض الحديد الاضافي. انا الاول بفرض الشبكة ازاي؟ احنا بنفرض الشبكة زي ما قلنا في الاول من خلال شيت اكسل بسيط بيحسب لنا البندنج مومنت او الاريا ستيل مينيموم اكوردنج للكود. فلو انا عندي البلاطة بتاعتنا 26 سنتي فيها 5 فاي 10، اذا المومنت اللي بتقدر تتحمله نتيجة الشبكة، إذا مومنت الشبكة بيساوي 2.68. يبقى أنا هروح للسيف وأقول له أنا عندي مومنت مقداره 2.68 وهنا 2.68، ده سفلي وعلوي في اتجاه الإكس إم واحد واحد. طبعا هنلاحظ إنه في قيم باللون الأزرق كتير، ده معناه إن الإضافي سفلي كتير، وأيضا في إضافي باللون البينك كتير، وده معناه إن الإضافي العلوي كتير. طالما الإضافي كتير بالشكل ده يفضل في الحالة دي يا إما زيادة سمك البلاطة أو زيادة الشبكة السفلية والشبكة العلوية. في الحالة دي أنا هزيد سمك الشبكة العلوية إلى 5 فاي 12، فهلاقي إن المومنت زاد 3.87. فأروح مرة تانية أقول له إن أنا عندي مومنت مقداره، ده طبعا المومنت السفلي، أنا ما زودت المومنت العلوي، أنا هزود بس المومنت السفلي. فلاحظ إن المومنت السفلي أو منطقة اللون الأزرق هتقل، وكذلك هتقل في الاتجاه التاني. قلت، ابدا بقى اخد القيم دي واصمم عليها. اوكي، لو انا عندي مثلا المنطقه دي هبدا ازاي اجيب الاضافي للمنطقه دي كده؟ فانا بروح اجيب قيمه اقصى قيمه مومنت في المنطقه الاضافي 6.7 تقريبا، فانا بروح لشيت الاكسل واقول له ان انا عندي في البوتوم مومنت كلي 6.7، مومنت كلي 6.7. هو بقى بيعمل ايه شيت الاكسل؟ بياخد مومنت الشبكه اللي بتقاوم الشبكه ويطرحه من المومنت الكلي، يعطيني المومنت الاضافي المطلوب مقاومته بحديد اضافي، وبناء عليه بيحسب لي الحديد الاضافي فوق. يبقى هو شيت الاكسل ده بيحسب لي الحديد مقابل الشبكه، ثم الحديد الاضافي، ثم يعني ثم العزوم الاضافيه، ثم الحديد الاضافي. لو انا قلت له ده 16، اذا انا محتاج في المنطقه دي 3 فاي 16 اضافي. يبقى شيت الاكسل ده بيحسب لي الماكسيمم بيندنج مومنت في حاله سنجل رينفورسد سكشن، السوليد سلاب في حاله الدبل رينفورسد سكشن، الفلات سلاب، وبيحسب لي مومنت الشبكه سواء سفليه او سواء علويه، وبيحسب لي الحديد او العزوم الاضافيه ثم الحديد الاضافي. طبعا انا لو قلت له ان انا عندي مومنت هنا مثلا ومقداره 30، طبعا ال 30 دي اكبر من الماكسيمم بيندنج مومنت. لو انا قلت له اوكي يظهر لي باللون الاحمر. معنى الاحمر ده ايه في الاكسل كي؟ معناه ان هو ورننج، في تحذير، خد بالك المومنت ده اعلى من ده، هو في تحذير، انت بقى دور عليه ايه التحذير، ايه المشكله، ايه المشكله؟ لا ده المومنت ده اعلى من ده، يبقى انت لازم تزود سمك البلاطه او تاخد بالك ان المومنت اعلى. طبعا ده الاكسل كي بيقول لك ان اي خليه باللون الاصفر هي انبوت، اي خليه باللون البرتقاني هي اوتبوت، اي خليه باللون الاخضر هي تشيك، واي خليه باللون الاحمر او يظهر لك فيها باللون الاحمر ده معناه ان هو ورنينج، فتقدر تحل المشكله دي بسهوله مع الوقت. طبعا شيت الاكسل ده هيكون مرفق تحت الفيديو، اي حد يقدر يحمله ويقدر يستخدمه مفيش مشكله. ولو في اي فكره بغرض التطوير يا ريت لو نقدر نتواصل، يكون او اكون ممنون جدا.